الرحمن الرحيم. هل إني أفهم؟ سؤال يجب على كل إنسان أن يطرحه على نفسه، والإنسان دائما حسن الظن بنفسه، ولذا يجيب نعم. لكن التاريخ وحده يدل على أنه يفهم أو لا يفهم. المهم أن التاريخ يقول عن الإنسان أنه كان يفهم أو كان لا يفهم. العراقيون ونحن منهم كانوا مئات السنوات في العراق، وإذا سألت عن كل واحد منهم، من التاجر والعالم والخطيب والمثقف والمحامي والمهندس والطبيب والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، كنت إذا تسأل عنهم هل أنتم تفهمون؟ كلهم يقولون نعم نفهم، ولا أفهم منا. لكن التاريخ دل على أن كلهم ما كانوا يفهمون، إلا من خرج بالدليل وهم قليلون. النتائج هي التي تظهر صدق الإنسان أو كذب الإنسان، ولا الادعاء كل إنسان يدعي شيء ظاهر. هذا إذا كان العراقيون يفهمون، وأقصد الأكثرية مو الكل، هل كان بالإمكان أن صدام وحزب البعث وهم قلة، أحد حزب البعث قال لي بالذات أننا كنا يوم استولينا على الحب كنا 300 فقط، قال إحنا هم عسكريين، كان قسم من عند عسكريين لكن جماعة منهم مو عسكريين، وإنما لبسنا الملابس العسكرية للاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري. هل من المعقول 15 مليون يسيطر عليهم 300 واحد إنسان؟ هذا علامة ماذا؟ علامة ما يفهم. لكن الإنسان دائما يحسن الظن بنفسه ويقول إني أفهم. النتائج هي التي تقول أنت تفهم أو لا تفهم، وإني أفهم أو لا أفهم. مثل الإنسان اللي يدعي أنه يعرف الأصول، يعرف الفقه، الدعاء كلش بسيط، يعرف الحساب، يعرف الهندسة، يعرف الطب. إذا أنه سألت عن مسألة طبية هندسية فلسفية أصولية فقهية وأجابك، يتبين أنه يصدق. وللإدعاء كل إنسان يدعي. الشعر المعروف: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا بجست دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباك. هذا سؤال يجب علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا على طول الخط، ويجب علينا أن لا نحسن الظن بأنفسنا حتى نجيب نعم. أنه بعد مدة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، بعد 50 سنة، بعد 30 سنة، التاريخ يقول أننا كنا نفهم وكنا لا نفهم في كل الأمور. أما أنه ماذا نعمل حتى نفهم، تجربة مرت علينا. أول شيء اللي كل إنسان يجب عليه أن نطرحه على أنفسنا أننا نفهم أو لا نفهم، والمجيب هو التاريخ. أول شيء يجب علينا أن نكون في صدده في سبيل أن التاريخ يقول عنا أننا نفهم، تهذيب أنفسنا. هل أنت مهذب؟ هل أنت أمين؟ هل أنت صدوق؟ هل أنت إنسان مسؤول؟
تعرف نفسك أنك مسؤول ومو مسؤول. الآن أنت إنسان زاهد لأن ما عندك، لكن خلي كم فلس من الناس يكون عندك ذاك اليوم يتبين أنت زاهد أو مو زاهد. الآن كل إنسان يدعي أنه زاهد، ذاك الوقت يتبين أنت حقيقي زاهد أو مو زاهد. أما الآن ما عندك فلوس، أي إنسان ما عنده فلوس ما يصرف فيه فلوس لأن ما عنده. الله يرحم أخوي سيد حسن كان في السجن، يقول كنا في سجن بعقوبة، سنوات كان محكوم عليه بالسجن، ثم تبدل إلى 10 أشهر ثم خرج إلى لبنان وقتل هناك. يقول كنا في سجن بعقوبة، جاءنا فرد يوم إنسان جديد، سجين جديد، شايب عمره 70 سنة، ذو لحية بيضاء، وجه جميل، جابه. يقول تعجبنا احنا، هذا شنو؟ لان كل هذا معتقل جديد اللي يجيبوه احنا نسأل عنه، التففنا حوله كذا شيء، تشنو منو لماذا جابوك؟ يقول قال زين ابين لكم القصة، شنو حكمك؟ محكوم عليه بسجن الابد، وسجن الابد ذاك اليوم 25 سنة في العراق، يعني هذا اذا عمري يصير 95 سنة يبقى على طول الخط في السجن. يقول على انه بعد القعدة سألنا عنه لماذا سجن؟ قال الحقيقة انا شاعر ومن فلان بيت، سمى البيت، انا الان ما اسمي، بيت مشهور في العراق، ونحن كنا في كاظمية يوميا نروح الى مقهى سو قعدة مع الاصدقاء مع وناس اخرين مع الشعراء. انا فريد يوم حصلت مسدس، اجيت للمقهى ومعي هذا المسدس، جلسنا، فرد واحد سبني، انا ما تحملت، جريت المسدس قتلته، القي القبض عليه، سجن ابد الى سجن بعقوبة. يا من انت ما عندك مسدس مو دليل على انك قاتل او مو قاتل، اذا صار عندك مسدس دليل انك قاتل او مو قاتل، انت مجرم او مو مجرم. الآن ماكو بنية حلوة، كلنا زهاد، يصير فرد بنية حلوة، هل هو زاني أو مو زاني؟ هنا يتبين في كل الأصعدة وفي كل الأبعاد، هذا واقع. يوسف يريد رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا يحتاج إلى نفسية يوسف، نفسية رفيعة. المال كذلك يحتاج إلى نفسية هابيل، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يحتاج إلى نفسية يوسف، يحتاج إلى نفسية هابيل، يحتاج إلى نفسية أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري مات جوعا، وزيد بن ثابت كلاهما تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول موجود كلهم صلاة وصوم وحاج وزكاة ورواح ومجيء وجهاد، لم يتبين أبو ذر من زيد بن ثابت، كلاهما صحابي رسول الله، يصلي خلف رسول الله، يجلس تحت منبر رسول الله، يجاهد في سبيل الله، يحج مع رسول الله. في زمان أبو بكر، في زمان عمر نفس الشيء، لأن أبو بكر وعمر ما راخين الحبل شوية، عثمان أجل الحكم أرخى الحبل شوية، أبو ذر راح للقمة، زيد بن ثابت نزل للحضيض، يعني هنا امتحانها، فلوس ما عندك مو ممتحن، عثمان أي واحد اللي يصفق له فلوس بلاش، بيت وقصر ودابة وفرس إلى آخره، أي واحد اللي يقول له الحق ميت فلوس حتى يموت جوعا. أبو ذر قال مبادئي، زيد بن ثابت قال مالي، هذا هو تميز. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا امتحان. الآن نحن أناس طيبون، نحن أناس أمناء، نحن أناس صادقون، نحن أناس نتحرق للإسلام شوقا، لكن خل يصير امتحان، ذاك الوقت يتبين من بكى ممن تباكى.
وهذا الشيء الذي يجب أن نعد أنفسنا له. وإلا كل إنسان يأتي إلى الحياة، الإنسان حكم حكم النبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا في الآية القرآنية، إحنا نبات. بس الفرق بين النبات ونحن أن النبات مربوط بالأرض، إحنا مو مربوطين بالأرض، نمشي هذا. والحيوان يمشي على أربع، نحن نمشي على اثنين مستقيمين. هذا النبات في الربيع ملايين النباتات أكو، لكن يا نبات اللي ينمو كبيرا. أكو فرد شجرة في لبنان يسمى أرز لبنان، إذا رحتوا إلى لبنان وما خفتوا الخطر روحوا حتى تشوفون هذه الشجرة. يقولون هذه الشجرة عمرها 7000 سنة، وعليها خط عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام قبل 2000 سنة، إلى الآن خط موجود. نبات ينبت، لكن هل النبات يبقى 3 شهور 7 شهور؟ خيار، طماطم، بدنجان أو أرز لبنان، الفرق هذا هو، ولو كلاهما نبات. الشيخ المرتضى الأنصاري ينفقي، شلمغاني ينفقي، شلمغاني سامعين باسمه؟ شلمغاني كان أحد الفقهاء في عصر الغيبة، فقيه، عالم، زاهد، تقي، نقي، شيعي في بغداد. حسين بن روح فقيه آخر. حسين بن روح صدر إليه فتية من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أنه وكيلي، شلمغاني حسده لا أكثر ولا أقل من هذا. وإلا قبل خروج الفتية والتوقيع كلاهما عالمان، فقيهان، نبيهان، زاهدان، مرجعان للأمة. خرج إليه فتية، هذا حسده، ادعى النيابة كذبة، أنا نائب الإمام المهدي أيضا كذب. فخرج التوقيع من الإمام المهدي باللعنة، واحد راح أسفل سافلين، واحد راح إلى أعلى عليين. أكو في آخر قوم إن شاء الله روحوا إذا ما رايحين، مقبرة تسمى مقبرة علي بن جعفر. هذا علي بن جعفر ابن جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، وأخو موسى بن جعفر. هذا أخو موسى بن جعفر، يعني عم الإمام الرضا، ولد الإمام الرضا منه الإمام الجواد، يعني عم أب الإمام الجواد. والإمام الجواد عمره 5 سنوات، طفل صغير 5 سنوات، شايفين طفل كلش صغير. إمام الجواد وصل إلى الإمامة لما قتل الإمام الرضا، ولد عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، يعني بشكل هالشكل، يعني عمر قليل عنده. هذا علي بن جعفر عم أب الجواد، آية الله، عنده عمامة ولحية طويلة بيضاء، ومشهور عند الناس بالزهد بالتقوى بالعلم بالورع، لأنه روى عن أبيه وعن أخيه وعن ابن أخيه الرضا، فرد فقيه 50 سنة. كان يأتي إلى بيت الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، يقبل يد الإمام الجواد ويقعد أمام الإمام الجواد مؤدب، ويسأل منه مسألة. كبير السن وكبير اللحية وكبير العلم وكبير الشهرة، لكن يجي يقبل يد الإمام الجواد أمامه يجلس ويسأل منه مسألة. الناس قالوا له مو عيب عليك، أنت آية الله المطلق، وأبوك وأخوك وابن أخيك، تجي على هالطفل الصغير تقبل يده وتسأل منه مسائل؟ لكن هذا اللي يفهم. قال ماذا أصنع، حيث إن الله تعالى لم يعط لهذه اللحية قابلية وأعطى لهذا الطفل قابلية، فرق بين الشلمغاني شوفوا بين هذا. شلمغاني صار ملعون التاريخ، علي بن جعفر في كل الحوزات العلمية الشيعية من زمانه إلى اليوم مقدر. ومن الطريف أن له قبران لعلي بن جعفر، قبر في قوم وقبر في مكان بين مدينة ومكة، وخلاف أكو هل هو هنا أو هناك، والأصح يقولون هناك. الامتحان، شيطان 6000 سنة عبد الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واحد ما سجد، وصار طريد وشريد وملعون، يوم القيامة هم في النار ساعة الامتحان يظهر. ولا عندك الشيخ البهائي رحمة الله عليه في كشكوله يقول:
لا يغرنك من المرء رداء رقعة، نعم رقع، وقميص فوق ساق الكعب منه رفعة، حتى لا يصير مبلل بالكاع، لأن المستحب أن يكون قميص الإنسان قباؤه عباؤه قصير. وفي الحديث عن الرسول أو عن أحد الأئمة عليه الصلاة والسلام: قصر ثوبك يكون أنقى وأتقى وأبقى. أنقى أنظى، أتقى أقرب للتقوى، أبقى يبقى. لأنه إذا قميص الإنسان طويل وشارع نجس وكثير ما شارع نجس يصير نجس. قصر ثوبك يكون أتقى وأنقى وأبقى. شيخ البهائي يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقعة وقميص فوق ساق الكعب منه رفعة، وعلى جبهته سجادة قد قلعه. سجاد اللي يصير قد قلعه، الضمير يرجع إلى الأثر، ولا سجادة مؤنثة، سجادة لازم يقول قد قلعها، لكن باعتبار المعنى في المغري يقول هذا الشيء بمناسبة. وعلى جبهته سجادة قد قلعه، أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. لأن امتحانه في الصلاة، امتحانه في القميص، امتحانه في الدرهم. هذا كلش مهم، لازم إنسان دائما يزن نفسه بهذا الميزان. هل أنا أخرج من الامتحان؟ فرد واحد كان أخوان، قصة مشهورة يمكن سامعيها وقاريها. أخوان كان أحدهما من شيعة الإمام والآخر ضد الإمام. الإمام فرد يوم قال لأخيه الموالي، قال: هذا أخوك، لماذا لا يأتي إلينا؟ قال: يا ابن رسول الله، إنه يقول إني ورع وإني ما أدري هذا إمام، وشلون أجي إلى بيته؟ ورعي يحجزني عن أن أكون من أتباعه وآتي إليه. الإمام قال له، لهذا الأخ الموالي، قال: فأين كان ورعه على نهر بلخ؟ هذا ما فهم من الكلام. اجى فرد يوم من الصداف شاف أخوه كذا، نقل له القصة: إني رأيت الإمام وقلت له كذا وقال لي كذا. مجرد أن قال هذا الكلام تغير وجه الأخ، اصفر، يعني أخذ بوقه على الاصطلاح العراقي. قال لي: حقيقة قال لي هذا الإمام؟ قال: إيه حقيقة قال لي. قال: شنو القصة؟ قال: القصة أنا صدق رجل غريع، صلاتي صومي حجي كذا، لكن ساعة الامتحان انزلقت. يوم كنا نحن على نهر بلخ ومعي صديق ومعه جارية، الصديق راح إلى أن يجيب حطب شيء على النهر، نحن مخيمين، ووسوس لي الشيطان وارتكبت الحرام مع جارية الرجل، زوجة الرجل، ولم يعلم بالقصة إلا الله وأنا وجارية فقط. فيتبين أنه يصدق، يعني الإمام صدق إمام. الإمام قال: فأين كان ورعه على نهر بلخ؟ ورعك هناك يظهر. ولا أنت في صلاة جماعة وأنا في صلاة الجماعة وفي الحضرة وجماعة حولنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. إحنا نتقشمر بالظواهر، الله ما يتقشمر. الإنسان يجب أن يهيئ نفسه هكذا، حقيقة نحن هكذا، ويعطي لنفسه هذا السؤال. فاطمة الزهراء في خطبتها عليه الصلاة والسلام تقول: ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، يعني سقطوا في الامتحان. هل يسقط الإنسان في الامتحان؟ هذا أول شيء يجب علينا أن نتحلى به، واقعية حقيقة، ظاهرك وباطنك في الشكل. وإذا كشف باطنك للناس يشوفون لا نفسك لا أكثر ولا أقل. هل تتمكن من هذا الشيء؟ هل نتمكن من هذا الشيء؟ هل نحن صادقون مع الله ومع أنفسنا؟ هل نحن أمناء؟ هذا هو يحتاج إلى السؤال، لأن الشيطان كلش قوي. أي بطل اللي تشوفه في العالم شيطان أكثر منه بطولة، فأنت بإمكانك أن تقاوم الشيطان، أن تقاوم المغريات. أنت رجل ما تمكنش، أنا واد معك
وما أكثر الناس العاديون. هذا الشيء الأول الذي يجب علينا أن نسأل أنفسنا يوميا عن صحته وفساده. هل نحن مؤهلون؟ هل نحن واقعيون؟ هل نحن نحب الله ورسوله؟ هل نحن نترك الدنيا للآخرة وللدين؟ هل نحن من أهل الدين؟ وهل أسأل المعروف؟ مرد واحد من أصدقائي كان ينقل يقول في أبادان قبل 30 سنة القصة، عزموني فرد مكان، قال له أكو هنا فرد حفل رد الخمر والمسكرات. يقول أنا مرحت مجلس ممتلئ بالمثقفين والشخصيات يخطبون ضد الخمر. يقول خطاب ضد الخمر جميل، خطاب ثاني جميل، خطاب ثالث جميل، خطاب رابع جميل، وإذا أجى فرد شاب مثقف أحله دكتور مهندس محامي فرد من هالقبيل خريج جامعة، يقول هم هذا خطب ضد الخمر، لكن من أجمل الخطابات خطب وأخذ من الناس تصفيق مكرر، لأن ذكر الخمر من الناحية الصحية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية العائلية، من الناحية النسلية. أجمل الخطابات خطب هذا الشاب حتى بهر المجلس. يقول أنا من جملة المنبهرين أيضا. خلص قصة انتهت، مجلس انتهى. يقول بعد يومين 3 أيام أنا جاي أمر بالشارع بالليل، شفت فريد واحد يجي من بعيد ويطوطح سكران شي هالشكل. بالي يقول شوي من بعيد شفت هذا مثل صديقنا اللي خطب اللي بهر المجلس. ما صدقت فرد واحد اللي يخطب هالشكل خطاب يصدق على انه شارب خمر. يقول رحت حتى اقتربت مني، شفت هو يقول هو سكران، لكن اول سكره، يعني السكر ما ماخذ منه كلش زائد. يقول سلمت عليه عليكم السلام، قلت انت الدكتور الفلاني؟ قال ايه. قلت انت قبل ليلتين ما خطبت فلان مكان ضد الخمر؟ قال ايه. قلت الان شلون تتوطح شارب خمر شي؟ يقول ضحك فرد ضحكه خفيفه وقال فلان العمل شي والقول شي اخر، ذاك اللي شفته هناك قول وهذا عمل، الحقيقه هذا مو ذاك، هذا احنا، بس هو مظهر من المظاهر لا أكثر ولا أقل. الإنسان دائما يجب عليه أن يفكر في هذا الشيء. هل نحن نتمكن؟ هل لنا استعداد؟ هل لنا قابلية؟ هل لنا واقعية؟ هل قلوبنا كزبر الحديد أمام المغريات أم لا؟ هذا الشيء الأول، خصوصا الآخندي والمعمم. الناس يلاحظون المعمم بملاحظات صغيرة صغيرة، المعمم غير المعمم، لأنه يريد أن يدعه دينه. البقال، العطار، البزاز، هذول ناس عاديين، لكن شخص اللي يجي يصلي وياك ويقلدك ويستمع إلى خطابتك يريد يدعك دينه، ولذا هو أي الأحد. هل أنك واقعي؟ ليلك، نهارك، سفرك، حضرك، صديقك، عدوك، وقت اللي كنت مالكا، وقت اللي كنت فقيرا، وقت اللي كنت عزبا، وقت اللي كنت متزوجا، أخلاقك في البيت، أخلاقك مع الاجتماع. فإذا شافك 20 سنة 30 سنة مستقيم يطمئن بك ينتفحوا له، ولا أبدا. كان في إيران قبل 36 سنة، صار أنا أذكر القضايا في أيام مصدق، صارت في إيران فرد موجة من الشيوعية، مظاهرات وإضرابات ومعامل وكذا. أحد العلماء نقل لي أحد علماء طهران قال إحنا العلماء فكرنا في أنه نسوي فرد حل الشيوعيين، فقسمنا المعامل في طهران، مثلا 1000 معمل أكو في أطراف طهران، أن أي واحد من المعامل، لأن مظاهر الشيوعيين كانت في المعامل مظاهراتهم وإضراباتهم، أي معمل من المعامل فرد واحد من عندنا يروح بهدايتهم وإرشادهم والتكلم معهم وكذا. يقول من جملة أنا أيضا، يقول كل المعامل فيه شيوعيين وإضرابات أكو. من جملة أكو أحد المعامل مال أحد أصدقائنا، فرد يوم قلنا إحنا نروح نسير على سائر المعامل أيضا الأصدقاء الأخونديه،
يقول احد المعامل رحنا هنا شفنا 500 واحد هذول العمال ولا واحد منهم شيوعي ابدا. تعجبنا لان كل المعامل صار فيه شيوعيين، ان النصف اما النصف اما الثلث اما الثلثين اما الاكثر اما الاقل، هالمعمل بس ما بيه شيوعي. تعجبنا. يقول رحنا هناك اكو فرد عالم هناك في هذا المعمل، هذا صاحب المعمل جايبه من قبل القضايا، ونعطي فرد بيت صغير معيشه، هذا يصلي جماعه ويا هذول العمال ويخطب لهم وكذا، شو هو اللي محصنهم ما مخليهم يصيرون شيوعيين. يقول رحنا لبيته، بيت اللي كان مبني من قبل صاحب المعمل بس صغير كان. يقول رحنا لبيته، احنا ردنا نتساءل انه لماذا هالمعمل ما صاروا شيوعيين، لان خطاب لا يفيد فقط بانه يعصم الناس عن الشيوعيه. يقول بمجرد ان رحنا الى بيته وقعدنا في غرفته شفنا انه لماذا هالمعمل بلا واحد شيوعي فيه، لان شفنا غرفه متواضعه، في الغرفه مفروش فرشي اكو في ايران يسموه قليم، قليم مو زوليه، ها انزل من الزوليه، بساط، فرد بساط عادي. يقول من جمله راد يجيب لنا شربت، انا جماعه خنديه كنا. يقول راح جاب شربت في القدر لان ما عدن انيه، هذا هو لان هو زاهد، في القدر جاب وفرد طاسه جاب هالشكل يضرب بالقدر ويقدم هذا هذا هذا. عرفنا لماذا ما صاروا شيوعيين، لان شافوا واقعيه في هذا الانسان. الحقيقة الناس يشوفون فيك الأوفية الواقعية، ما يشوفون التهريج والكلام والصياح والنياح وما أشبه. فاعتماد الناس إنما يكون بالإنسان النزيه. ولذا تصور أنت ظاهرك نزيه وباطنك مو نزيه وناس يتقشمرون، أبدا الناس ما يتقشمرون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الناس مطلعين على بطوننا وباطننا مثل ما مطلعين على ظواهرنا وظهورنا. الإنسان يتبين أنه يتقشمر أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يكشف حقائق الناس حسنا أو سيئا. قاعد كلي أنت مع صديقك في غرفة، نصف الليل قمت وصلوا صلاة الليل، كل أحد ماكو، الله يوقف فرد واحد من الجيران يجي يمر على غرفتك ويسمع صوتك وينشر بين الناس انك ولد طيب، انك شاب طيب، انك انسان طيب، انك طالب طيب. بالعكس والعياذ بالله، فرد عمل مزيه نصف الليل، الله يوقف فرد انسان يمر على الغرفه ويسمع الحس وينشر بين الناس هذا كذا وكذا وكذا، لان الله المحيط والله من ورائهم محيط. الله محيط، يعني مو فرد جانب يهرب من الله، يعني الله محيط من هذا الجانب، الله من هذا الجانب، الله من هذا الجانب، الله من هذا الجانب، الله. فرد يوم موسى عليه الصلاة والسلام قاعد، اجى ملك من السماء، من اين؟ قال من عند الله. اجى ملك من تحت الارض، من اين؟ قال من عند الله. اجى ملك من المشرق، من اين؟ من عند الله. من المغرب، من اين؟ من عند الله. من الشمال، من اين؟ من عند الله. والله من ورائهم محيط. دائما الانسان لازم هذا يفكر، لا الله يتقشمر لا الناس يتقشمرون، ابدا الناس ما يتقشمرون، بل اربع ايام الناس يتقشمرون صدق، اربع ايام يصير. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني ذكرنا للاصدقاء، وهذا اساسها للصور، وهذا مو اساسها، الاساس الاساس هذا هو. ناتي الى الشيء الثاني. الشيء الثاني نحن ذكرنا للاصدقاء كلكم لتبقوا، لا في قم، لا في كربلاء، لا في طهران، لا في النجف، لا في الناصرية، لا في مشهد، روحوا للخارج كلكم. لأن في الحقيقة أنه لازم الإخوان يروحون ويخدمون، على قول الشاعر يقول في ما الإقامة بالزوراء إلى سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. سابقا نحن كنا وقت اللي نقرا المغني سيوطي والمطول نحفظ ابيات، لكن الحمد لله رب العالمين هسه هذا صار فيها حريه بعد، اللي يحفظ اللي ما يحفظ مو مهم المساله هذا. من جمله الاشعار هذا هو فيما الاقامه بالزوراء، زوراء يعني بغداد، بالزوراء الى سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. الاقامه هنا شيء لا شك، لكن خدمة في أين؟
بس من الأصدقاء يصورون يقولون إحنا هنا نخدم، صحيح تخدمون هنا لا شك فيه، لكن شتان بين محمد ومحمد، شتان بين الخدم اللي الإنسان هنا يخدم وغير مكان يخدم. إذا أمامك منطلق تخدم كل مكان. أحد أصدقائنا هذا فوق مجلسه كان في الكويت، وفوق ما يقال فيه أنه كان يلقي على 70,000، يعني فرد مجلس ضخم هذا، بينما راح إلى أحد البلاد الغربية. الآن يقرأ في التلفزيونات والإذاعات وملايين الناس يستمعون إليه، شوف الفرق. أنتم نفس الشيء، إنسان لازم ليه يتصور أنه ما يتمكن. الإنسان يجب عليه أن يتصور أنه يتمكن. عندي مشكلة، كل إنسان عنده مشكلة، أي إنسان اللي نجح في الحياة نجح في ركام من المشكلات. قاعدة كل يوم إنسان أكو نجح في الحياة بلا مشكلات، أفضل الأعمال أحمزها، أحمز يعني أسعد. كل إنسان عنده مشكلة في الحياة لا شك، مشكلة المال، مشكلة الزوجة، مشكلة السكن، مشكلة الأصدقاء، مشكلة الغربة، ومئات المشكلات. قسم من الناس يستجيبون للمشكلات، يقول ما أقدر ما أتمكن. فرد مرة ذكرنا للأصدقاء قبل 3 سنوات 4 سنوات ما أدري أيكم كنتوا في تلك الغرفة، ذكرنا لهم أن المرزا الكبير الشيرازي صاحب التنباك القصة المشهورة، هذا دخل صحن النجف الأشرف، شاف فرد واحد قاعد يتكفف، المرزا باوعه شاف هذا ما بي شيء، لا مقرم لا أعمى لا أطرش، قال له يا هذا أعطيك درهما مثلا حرك يدك اليمنى، أخذ الدرهم وسواها شكل، أعطيك درهم ثاني حرك يدك اليسرى، أخذ درهم حرك يده اليسرى، وأعطيك درهما ثالثا حرك رجلك اليمنى. هذا باوع المرزا، هذا بخبل عاقل، هاي مناسب أعطيني الدرهم حرك رجلك، قال زين أعطاه درهم حرك رجله اليمنى، وأعطيك درهم رابع حرك رجلك اليسرى حرك، وأعطيك درهم خامس قوم وامشي، قام ومشي. بعدين مرزا قال لي ما تستحي هنا قاعد، عينك صحيح وأشوف أنا، حلقك صحيح تكلمت وياي، إذانك صحيحة لأن سمعت كلامي، إيدك صحيحة حركتهما، رجلك صحيحة حركتهما، ظهرك صحيح لأن قمت مشيت، روح اشتغل عمي. يقولون هذا الكلام للمرزة حركه فصار من تجار النجف، هذا واقع. يعني الإنسان يبقى هنا ويروح للحضرة جزاه الله خير زين، ويجمكران جزاه الله خيرا زين، وفرد مسألة وفرد بيان وفرد درس وفرد صفحة يكتب صغير مثلا، هذا الشيء لا شك. لكن هذا الإنسان هل خدم مبدأه وهدفه؟ لا، أمامي مشكلة. هل تكون أمامك مشكلة؟ أي إنسان بلا مشكلة نجح، كل إنسان بسبب الصعوبة حتى نجح. فرد قصة ذكرت فرد وقت الأصدقاء لبعض الأصدقاء، ما أدري أنتوا سامعيها ما سامعيها، يقولون على أنه فرد مكان كان الحكومة ملوكية انتخاباتية، ولو انتخاباتية غلطها، لأن الجمع والتصغير والنسبة ترد الأشياء إلى أصولها. يعني أبو حنيفة من يقول أبو حنيفي أو أبو حنيفتي، يقول حنفي، الجمع والتصغير والنسبة ترد الأشياء إلى أصولها. انتخاباتية فرد كلمة مشهورة غلط هسه. مكان كان حكومة بالانتخاب وملوكية، يعني شنو؟ يعني ملوكية ملك يبقى طول الحياة لكن لا يرثه ولده، وإنما بعد موته ينتخبون ملكا جديدا. هذا فرد قسم الحكومة كانت سابقا، هذا كان هالشكل الحكومة. فرد واحد عادي فكر في أنه يصير رئيس الحكومة بعد اللي يموت هذا الحاكم الفعلي، شو يسوي؟ قال أحسن شيء أجلب انتباه الناس إلي وأخدمهم
حتى أنه يوم الانتخابات ينتخبوني إلي. إنسان عادي يريد يصير هالشكل شيء هم. فعل راح إلى زيارة هذا، راح إلى مجلس هذا، راح إلى تشيع فلان، راح إلى عيادة فلان، قدم لفلان مساعدة، ساعد فلان في بناء داره، قام يركض ليل نهار لأن عنده هدف. الناس أحبوه. يوم الانتخاب بعد 10 سنوات 20 سنة ما أدري إيش كثر انتخبوه صار حاكم. اسم الرجل فريدون. الشاعر نظم هذا الشيء في الشعر، يقول إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا، جاد وأعطى فنال مرتبة، فجد وأعطي تكن فريدون. الذين تقدموا في الحياة لم يكونوا ملائكة ولم يكونوا معجونين بالعبير، وإنما ركضوا 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 حتى وصلوا. الإخوة واجب عليهم حتى أحدهم ليبقى هنا أبدا، وإنما كلهم يسافرون. عندهم مشكلة الجواز صحيح، عندهم مشكلة الفلوس صحيح، عندهم مشكلة الأهل صحيح، عندهم مشكلة الغربة والخوف صحيح. الإنسان لازم يجوز المشاكل. الإنسان الذي يتجاوز المشاكل هذا الإنسان حري بأن يرتفع يصير شخصية. أما الإنسان اللي يبقى في المشاكل على قول الله تعالى يقول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا هو الموضوع الثاني، أن الإخوة جميعا يجب أن يسافروا ويذهبوا. هالسنة صار لا بأس، هالسنة ما صار السنة الآتي، شهر رمضان صار لا بأس، شهر رمضان ما صار شهر محرم يروح. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغم من الرغام، الرغام اسم التراب، مراغما كثيرا يعني محل التراب الكثير. أرض الله الواسعة الفسيحة. كان عندنا فرد الولد كلش ضعيف مثل الأخ تعالي هناك، ضعيف في الكويت أنا التقيت به. هذا كان مقترض من فرد واحد 300 دينار. اسمعوا هالقصة، هذه القصة اللي رأيتها أنا. هذا كان مقترض من فرد واحد 300 دينار، منه المال ومنه العمل، وفاتح في الكويت دكان صغير قبل 18 سنة تقريبا، دكان صغير فاتح. فكل ما يحصلون نص على ذاك نص هذا، لكن 300 دينار في الكويت شنو فلوسه؟ فلوس كلش قليل. هذا ولو أجيب اسمه لعل بعض الأصدقاء الجالسين يعرفوا، لكن ما أجيب اسمه. أجي إلى ديوانيتنا صديقنا، أنا في اليوم تمشيت وياه على البحر، قلت له ما تفهم، قال شلون؟ قلت شنو حاصر نفسك هنا ورأس المال اللي 300 دينار صار 3000 دينار. هذا هو، لأن صار نزاع بينه وبين هو شريكه، هو أجوا عندي لفيصلة النزاع، وأنا فصلت بينهم فرد الشكل. بعدين فرد يوم كنت أمشي على البحر، هو كان يمشي على البحر، اتفقنا التقينا. أنا قلت له أنت ما تفهم، قال شلون؟ قال شنو حاصل نفسك هنا؟ حل الفلوس الضخم اللي موجود في الخليج وأنت هالشكل تعيش؟ قال شنو أسوي؟ قلت روح التجر في العالم، العالم المنفتح والمنبسط. قال يصير هذا الشيء؟ قلت التجار شلون صاروا؟ أكو مثل بالفارسي جدا جميل مضمونه يقول إذا أنت ما ماكل الخبز لكن ما شايف الناس شلون يأكلون خبز، يعني يقولون فرد واحد كان يأكل خبز هالشكل يسويه منه ويخلي يأكل، أنت ما ماكل خبز ما شايف الناس شلون يأكل. شعر فارسي ترجمته هذا، قال لا بأس. على كل سمع كلامي، هو من إنسان اللي شوية عنده نشاط ما أشبه. الآن هو موجود في إحدى بلاد الخليج وما أسمي البلد، ويملك 100 مليون. صدقون هذا الشيء في 10 سنوات الآن موجود. وهالسنة أصدقائي راحوا يمه في أيام الحج، يملك 100 مليون. صدقون هذا الشيء. هسه هذا ما كان يضيع عمره إذا كان باقي في الكويت على دكانه الصغير، من الناحية الاقتصادية جنقولها.
كل النواحي نفس الشكل، كل النواحي نفس الشكل. طلبتان اجوا في النجف يحصلون درس. احد الطلبتين طلب الجامعة، مو مفرد، ولا المفرد طالب، لازم يقول انا من الطلبة، مو انا طلبة، انا مو طلبة، انا من الطلبة. او سابقا كانوا يمضون احقر الطلبة. احدهما اهل الدنيا وتدين زين، لكن يروح للتونس، يروح على كوفة، شريعة الكوفة اللي قسم منكم شايفيها، نهار يسبح وكذا وشيء ومن هالقبيل. واحد منهم يثابر الدراسة والزهد وكذا. ذاك الشخص اللي هالشكل عادي راح وجهل من التاريخ، حتى اسمه مو مذكور، بس فرض قضية منه مذكورة وما علينا بالقضية. والشخص الثاني المثابر صار الشيخ المرتضى الأنصاري، هو صديق الشيخ المرتضى. والشيخ المرتضى الأنصاري الآن أكثر من 140 سنة حجة في كل الحوزات الشيعية، والمكاسب والرسائل منتشر في كل البلاد الإسلامية الشيعية والمستوى العال. هسه مو من المؤسف أن الإنسان اللي قابل أن يكون شيخا مرتضى أنصاريا أن يجعل من نفسه ذاك الطلب اللي كل فائدة ما فيه، وحتى اسمه لا يذكر؟ الشيء الثاني للأصدقاء أن يسافر كلهم إلى الخارج، يجد في الأرض مراغما كثيرا والسعة. هناك يبني مؤسسات، ينشر كتب، يفتح دور النشر، يشتري إذاعات وتلفزيونات ووراءها يجعل الخطباء وغير الخطباء يقرؤون، وينظم الشباب تنظيم واسع، فرد ملايين الشباب ينظمهم. إذا أردنا خير أنفسنا، إذا أردنا خير أمتنا، إذا أردنا مستقبلنا، إذا أردنا إلهنا، إذا رأينا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الطاهرين كيف عملوا في الحياة، كيف قدموا، كيف تقدموا. هذان موضوعان بالنسبة إلى تتويج الأخ، وإن شاء الله نسأل الله له ولسائر الإخوة الذين يتوجون في المستقبل كل خير وتقدم ورفاه محمد وآله الطاهرين.